وكذلك ثبت في الصحيح الرقية بالمعوذات. كيف تكون ذلك؟ نعم، ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ في نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتها. يعني ما اشتد المرض مرض الموت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يستطيع أن يقرأ، فكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ وكانت تمسح بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بدنه، فكنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهل بيته يقرأ